النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الأيام القادمة بإذن الله. نهار اليوم سادت أجواء باردة نسبيا، درجات الحرارة كانت حول إلى أقل بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. العاصمة عمان سجلت حوالي 19 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح والظهيرة سرعان ما تلاشت هذه الغيوم. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول حالة من عدم الاستقرار الجوي، متوقع أن تبدأ بالتطور تدريجيا خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء، وبالتالي عودة الأمطار الرعدية لتلك المناطق، وأيضا يتوقع أن تستمر الرياح الشرقية بالهبوب التي تزيد من الشعور بالبرودة خلال الأيام القليلة القادمة. صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم المناطق من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي انتشرت خلال ساعات الظهيرة والصباح الباكر في المنطقة الشمالية والوسطى، سرعان ما تلاشت هذه الغيوم. لكن لاحظوا هنا حالة من عدم الاستقرار الجوي وانتشار لكميات كبيرة من الغيوم الرعدية فوق أجزاء من تركيا، أجزاء من قبرص، سواحل سوريا ولبنان، لكن المملكة تبقى بعيدة عن هذه التأثيرات للحالة من عدم الاستقرار الجوي. نبقى نتحدث عن حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع أن تؤثر على المنطقة الشرقية خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء، حيث تندفع موجة رطبة قادمة من الأراضي السعودية باتجاه شرق المملكة وأيضا باتجاه شرق البادية السورية وعموم منطقة العراق، وبالتالي تتكاثر الغيوم الرعدية الركامية خلال ساعات ظهيرة أو خلال ساعات عصر ومساء يوم الثلاثاء، وتعطل زخات رعدية من الأمطار تتركز في المنطقة الشرقية من المملكة. تستمر فرص الأمطار خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، وأيضا تستمر خلال ساعات يوم الأربعاء لكن بأقل شدة مع تراجع هذه الموجة الرطبة بعيدا نحو العراق خلال ساعات مساء وليل يوم الأربعاء على الخميس، ويعود الطقس لاستقرار تدريجيا اعتبارا من يوم الخميس. نذهب الآن وإياكم لخراء توزيع الرياح المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدا خلال أو تحديدا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، حيث تهب على المملكة رياح شرقية معتدلة السرعة تترافق مع حبات نشطة هي ناتجة عن اندفاع وامتداد للمرتفع الجوي السيبيري قادم من شمال العراق وأيضا شمال سوريا باتجاه المملكة. يدفع هذا المرتفع الجوي بالرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة نحو المملكة خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تمتد حتى يوم الجمعة. هذه الرياح أيضا ستعمل على إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر في الأماكن المفتوحة والأماكن الصحراوية. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة، غيوم متفرقة متوقعة هي غيوم من النوع المنخفض 8 درجات مئوية فقط، أي طقس بارد نسبيا للعاصمة عمان. الرطوبة مرتفعة حوالي 89% والرياح تكون خفيفة السرعة شرقية الاتجاه. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، حيث يستقر الطقس في العاصمة عمان. يوم الثلاثاء تسجل 17 إلى 9 درجات مئوية، يوم الأربعاء 16 إلى 10، ويوم الخميس تفرق للغيوم 15 إلى 10 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.